بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل في التحري. قال: لو اختلط اختلاط مجاورة لا ممازجة، أوان جمع إناء أكثرها طاهر وأقلها نجس، تحرى للتوضؤ والاغتسال. الاختلاط نوعان: اختلاط ممازجة واختلاط مجاورة. الاختلاط الممازجة تحدثنا عنه أو تحدث عنه الشيخ في الدرس الماضي لما قال: والغلبة في مخالطة المائعات. الآن يتحدث الشيخ يحدثنا عن النوع الثاني من أنواع الاختلاط، الذي هو اختلاط مجاورة وليس اختلاط ممازجة. اختلاط الممازجة تحدثنا عنه في الدرس الماضي كما قلت، لذلك قال الشيخ: لو اختلط اختلاط مجاورة لا ممازجة، أوان. كيف اختلاط المجاورة؟ يعني نحن نعتبر الآن هذا إناء وهذا إناء ثاني وهذا إناء ثالث. لازم كنت أنا قبل الدرس أجيب عدة أواني. هذه أواني ثلاثة، أواني ثلاثة طبعا متشابهة، كلها نفس الشكل نفس الشكل، وفيها مياه فيها مياه. أنا وضعت الآنية هكذا، طبعا أقول ثلاث آنية متشابهة من جنس واحد، وضعتها كذا واحد اثنين ثلاثة، فجاء بعدي شخص آخر فقام بخلط هذه الآنية، خلط بعضها ببعض. قال: اختلط اختلاط مجاورة لا ممازجة، أوان جمع إناء أكثرها طاهر. ما عندي عشرة آنية، سبعة طاهرة فيها ماء مطلق أو ماء طاهر، وثلاثة فيها نجس. أنا وضعتها بشكل مرتب، وضعتها بشكل مرتب، الأول سبعة طاهرة وآخر ثلاثة نجسة. فجاء إنسان ونقلها من هذا المكان إلى مكان آخر، فلما نقلها غير ترتيبها، فماذا حصل؟ اختلطت الأواني، اختلطت الأواني اختلاط مجاورة. أكثرها طاهر وأقلها نجس، وأنا الآن أريد أن أتوضأ أو أريد أن أغتسل، ماذا أفعل؟ أخذ أي إناء وأغتسل به؟ قال: لا، لابد أن أجتهد، لابد أن أتحرى، لابد أن أبذل جهدي من أجل أن أبين الإناء الذي يصح المطلق من الإناء الذي لا يصح الوضوء به، لأنه لكونه نجسا. لابد إيش؟ من التحري. أنه حصل الآن عندنا اختلاط، حصل معنا الآن. قال: تحرى للتوضؤ والاغتسال. تحرى للتوضؤ والاغتسال. قال: قيد بالأكثر، ما قال أكثرها طاهر، قيد بالأكثر لأنه يتيمم عند تساوي الأواني. لو كان عندي خمس أواني، خمس أباريق طاهرة وخمس أباريق نجسة، كنت واضعها أنا هنا ومرتبة، جاء إنسان فنقلها إلى مكان آخر فاختلطت، ماذا أفعل أنا الآن؟ هل أجتهد أتحرى؟ قال: لا، لا تتحرى. ليه الآن أنت تتيمم؟ قال: لأنه يتيمم عند تساوي الأواني. قال: والأفضل أن يمزجها. الأفضل أن يمزجها، أن يمزجها، يمزج الآنية مع بعضها، أو إذا مزجها مع بعضها صارت نجسة، أو يريقها فيتيمم لفقد المطهر قطعا، أما أن يتحرى ليس له أن يتحرى. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا؟ إذن هذا، إذن عندنا الآن ثلاث أحوال.
الحال الأول أن يكون الطاهر أكثر من النجس فيتحرى، أن يكون الطاهر مساويا للنجس لا يتحرى، هو بالخيار بين أن يخلطها وبين أن يريقها. الحالة الثالثة أن يكون الطاهر أقل، أن يكون الطاهر أقل من النجس أكثر والطاهر أقل، ماذا يفعل؟ كذلك الأفضل أن يريقها أو أن يمزجها. واضح الكلام أحبابنا؟ إلى هنا في سؤال؟ واضح الكلام إن شاء الله؟ طيب الآن عندنا مسألة، إن وجد ثلاثة رجال، أو نقول أربع رجال، أو نقول خمسة رجال، أو عشرة رجال، فقوله ثلاثة رجال هذا القيد ليس قيدا احترازيا وإنما هو قيد اتفاقي، فهو ضرب المثال عن ثلاثة على ثلاثة رجال، فلو قال وإن وجد أربعة رجال يصح، خمسة يصح، عشرة، مئة يصح، ما لا إشكال في يعني لا إشكال في العدد. وإن وجد ثلاثة رجال نقول خمسة رجال، خمس أوان، نبقى على عبارة المؤلف، وإن وجد ثلاثة رجال ثلاثة أوان كل واحد منهم وجد إناء، أحد هذه الآنية الثلاثة نجس بيقين، نجس بيقين. قدمت أنا وزيد وعمر، عندنا ماء، ثلاث آنية، واحد منها نجس. الآن ما الحكم؟ يعني اثنان طاهران واحد نجس، ما الحكم؟ يجب علينا أن نجتهد من أجل أن نصل إلى الماء المطلق. فأنا اجتهدت وقلت لهم هذا هو الماء المطلق، الإناء رقم واحد. قال زيد لا لا لا، الإناء رقم اثنين هو المطلق. فإذا بعمر قال لا، أنتما مخطئان، الماء المطلق هو الإناء الثالث. إذن اختلف اجتهادنا، فكل واحد منا يتوضأ من إنائه، فكل واحد يتوضأ من الإناء الذي اجتهد أنه طاهر. الآن توضأنا نحن الثلاثة، هل يجوز لي أنا أن أقتدي بواحد من الاثنين؟ لا يجوز لي أن أقتدي بواحد من الاثنين. ليه؟ لأنني أنا الآن اجتهدت أن هذا الإناء طاهر، لعله هو توضأ بالماء النجس. بحالة واحدة يصح الاقتداء. كيف؟ لو أنا مثلا اجتهدت فقلت الإناء رقم واحد طاهر والإناء رقم اثنين طاهر، فإذا بزيد قال نعم الإناء رقم اثنين طاهر ولكن رقم واحد لا نجس، فأنا يجوز لي أن أصلي خلفه وهو لا يجوز له أن يصلي خلفي. ليه؟ أنا أعتقد بأنه يتوضأ بماء مطلق، هو اعتقد بأني توضأت بماء نجس. صارت الصورة الآن بإذن الله واضحة. قال وإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أوان أحدها نجس وتحرى كل إناء جازت صلاتهم وحدانا، كل واحد لوحده، أما أن يصلوا جماعة ليس لهم أن يصلوا جماعة. كذلك هناك صورة ممكن أن يصلوا جماعة، أنا مثلا قلت الإناء رقم واحد واثنين طاهرين، جاء زيد قال لا اثنين وثلاثة طاهرين، جاء عمر قال لا الإناء مثلا فلان رقم اثنين قال أو رقم ثلاثة هو النجس، هو الطاهر. جاز أن يصلي اثنان جماعة، كالمثال الذي ذكرته سابقا، جاز أن يصلي جماعة، أن يصلوا جماعة، ولكن يصلي الإمام من؟ الإمام هو الذي توضأ من الماء الذي اتفق على أنه طاهر. ولكن الصورة الآن مصورة الشيخ أن كل واحد منهم قال هذا طاهر والباقي ليس بطاهر، لم يجتهد يعني بالإناء الثاني بالآنية الأخرى، اجتهد بإناء واستخلصه وقال هذا هو الطاهر، جاز صلاتهم وحدانا ولم تجوز جماعة. سيدي نعم
ارفع صوتك قليلا. يمكن أن أصل سيدي أما تفضل تفضل اسأل تفضل تفضل سيدي. في هذه الصورة أيضا أفضل أن يريق أم أو أن يمزج؟ كيف؟ أن يريق وأن يبدأ. في هذه الصورة أيضا أفضل لهم أن يمزجوا؟ لا 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 هنا هنا انتبه، هنا الطاهر أكثر من النجس، كل واحد يتوضأ بالإناء الذي اجتهد أنه طاهر. هنا عندنا الطاهر أكثر من النجس، عرفت؟ ولكن هو يقول أحد فقد طهر وإثنان نجسان، كيف يقول أكثر طهر؟ لا انتبه يا أخي، إثنان، واحد نجس واثنان طاهران، أحدها أحدها نجس. أما لو كان اثنان نجسان وأحدها طاهر ما أحد يتحرى، يريقونها ويتيممون ويصلون. قال وكذا يتحرى مع كثرة الطاهر، مع كثرة الطاهر لإرادة الشرب، مع لأن المغلوب كالمعدوم. كذلك لو أراد أن يشرب، كذلك لو أراد أن يشرب ماذا يفعل؟ وعنده كما قلنا ثلاث آنية طاهرة وإناء نجس، هل يشرب من أي إناء؟ قال لا، لا يشرب من أي إناء، إناء وإنما يتحرى. فإذا تحرى فصار يتحرى فيشرب من الماء الذي وقع اجتهاده عليه أنه طاهر. قال لأن المغلوب كالمعدوم، المغلوب هنا ما هو؟ الماء النجس، فكأنه معدوم، كأنه معدوم لذلك يتحرى. قال وكذا يتحرى مع كثرة الطاهر لإرادة الشرب لأن المغلوب كالمعدوم. أما لو كان العكس الأكثر نجسا لا يتحرى، ليه؟ لأن المغلوب كالمعدوم. قال وإن اختلط إناءان، وإن اختلط إناءان ولم يتحرى، اختلط إناءان ولم يتحرى، ليه؟ لماذا لم يتحرى؟ لم يتحرى لأن مر معنا قبل قليل ما هو شرط التحري؟ أن تكون كثرة الطاهر، كثرة الطاهر. والآن فقد شرط التحري الذي هو كثرة الطاهر، فلذلك لا يتحرى. اختلط إناءان، اختلط إناءان ولم يتحرى، وتوضأ بكل وصلى، وتوضأ بكل واحد من هذين الإناءين وصلى، صحت هذه الصلاة عبد العزيز. وتوضأ بكل وصلى صحت صلاته، متى؟ إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع، إن مسح في موضعين لا في موضع. ليه؟ لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث. تعال الآن طيب واضح الآن لديكم، عندهما إناءان، إناء نجس وإناء طاهر، فتوضأ بكل واحد من هذين الإناءين، قلنا صح وصلى، توضأ بكل وصلى، صح صلاته بشرط أن يمسح في موضعين. هذا الآن الرأس، فمسح هنا ومسح هنا، مسح في المرة الأولى في هذا الموضع ومسح في المرة الثانية بهذا الموضع، صحت صلاته، صحت صلاته. لماذا صحت صلاته؟ قال إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع واحد. أما لو توضأ مرتين ومسح بموضع واحد في المرتين ما صحت طهارته ولا تصح صلاته. لماذا؟ انتبهوا الآن للتعليل. قال لأن تقديم الطاهر الآن على فرض أنه توضأ، على فرض أنه توضأ بالماء الطاهر أولا، لأن تقديم الطاهر ماذا فعل؟ فعل أزال الحدث، لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث. فلما توضأ بالماء الثاني ماذا حصل؟ تنجس بالثاني، وقد تنجس بالماء الثاني.
وفاقد المطهر ما حكمه؟ يصلي مع النجاسة. فهمنا هذا الآن، هذا إن قدم إيش؟ الطاهر. قال وطهر بالغسل الثاني. الآن الاحتمال الثاني أنه لما توضأ الوضوء الأول توضأ بالماء النجس، فلما توضأ بالوضوء الثاني ماذا حصل؟ طهر النجاسة التي أصابت أعضاءه. قال وطهر بالغسل الثاني. كيف؟ إن قدم النجس، إن قدم النجس ومسح محلا آخر من رأسه، مسح محلا ثاني، وإن مسح محلا واحدا بالماءين، بالماءين، قال دار الأمر بين الجواز، بين أن تكون صلاته جائزة وطهارته صحيحة لو قدم الطاهر، لو أنه توضأ الوضوء الأول بالإناء الطاهر، وعدم الجواز، وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقاة لو أخر الطاهر، لو أنه توضأ أولا بالماء النجس والماء وتوضأ الوضوء الثاني بالماء الطاهر. ليه؟ قال لتنجس البلل بأول ملاقاة، ما قلنا مسح بمكان واحد، الآن توضأ وضوء الأول بالماء النجس مسحهما، توضأ الوضوء الثاني، توضأ الآن الوضوء الثاني بالماء الطاهر، لما توضأ غسل الماء النجس من هنا، غسل الماء النجس من هنا، وغسل وجهه وغسل رجليه. الآن جئنا للمسح، إن مسح في نفس الموضع الأول بمجرد ما وضع يده ماذا حصل؟ تنجس الماء الذي بيده، وبالتالي لم يصح مسح الرأس ولم تصح صلاته. أما لو مسح في موضع آخر من رأسه بقي الماء المطلق على يده موجودا ومسح هذا المكان فتصح طهارته. نعيد فنقرأ العبارة مرة ثانية، أو نمثل الآن تمثيلا بالتجرد عن القراءة. انتبهوا الآن أحبابنا، الآن عندنا ماءان، وهذان الماءان أنا لا أعرف هل هما طاهران أم نجسان، فماذا فعل؟ توضأ بالماءين، توضأ بالماءين، صحت صلاته، صحت صلاته، إيه نعم، ولكن إيش؟ إن مسح في موضعين من رأسه، إن مسح في موضعين من رأسه. أما لو مسح في موضع واحد من رأسه ما صحت صلاته. لماذا لا تصح صلاته؟ لأنه لو توضأ الوضوء الأول بالماء الطاهر، على فرض توضأ بالوضوء الماء الوضوء الأول بالماء الطاهر ثم يأتي بعد ذلك توضأ بالماء النجس، ما حكم صلاته؟ يصح، لأنه الآن فاقد الطهارة، وفاقد الطهارة يصلي مع النجاسة. هذا إيش؟ لو أنه قدم الطاهر، لأن الطاهر الآن ماذا حصل؟ أزال الحدث، رفع الحدث، ولما توضأ الوضوء الثاني بالماء النجس تنجس، ولكن ما عنده ماء ليزيل هذا النجس، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. ليه؟ لأنه فاقد للماء المطهر الذي يزيل هذه النجاسة. قال وطهر بالغسل الثاني. الآن لو أنه الصورة الثانية، لو قدم الماء النجس أثناء الوضوء بعد ذلك توضأ بالماء الطاهر، الماء الطاهر الوضوء الثاني أزال النجاسة الموجودة على جسمه، على أعضاء الوضوء بالماء الثاني الذي هو طاهر. فلو انتبهوا أحبابنا، لو أنه مسح في نفس الموضع ما تصح طهارته، لأنه لما كان هذا الماء طاهرا وهذا الماء نجسا الذي على رأسه بمجرد ما وضع يده هكذا ومسح تنجس الماء الذي على يده فما صحت طهارته. أما لو مسح في المكان الثاني صحت طهارته. واضح الكلام إن شاء الله؟ قم. شكرا. واضح. سيدي ممكن سؤال؟ تفضل سيدي. هذه المسألة متصورة فقط على مسح الرأس، لأن يعني يمكن المسح في موضعين، ولكن بالنسبة للغسل يعني كيف يعني لابد أن يكون الغسل الأول الغسل الثاني فوق الغسل وفي نفس المكان الغسل الأول؟ يا أستاذ هذا موضوع وضوء،
يعني هل الوضوء يكون في غير اليدين؟ بالوضوء يجب عليك أن تغسل اليد كلها. الوضوء يجب عليك أن تغسل اليد كلها، فاليدان والرجلان والوجه الذين غسلتهم في الوضوء الأول هم نفسهم تغسلهم كاملا في الوضوء الثاني. أما الرأس الواجب عليك أن تمسح ربعه فقط. فهمت؟ نعم سيد. لا وضح شيخ قاسم أم لم يضاء أم لم يتضح الأمر؟ نعم سيدي واضح. طيب. لابد أن يأتي الغسل الثاني في نفس موضوع الغسل. أيوة الأول. تمام تمام. مولانا تفضل. ولكن قص عليه يعني مسح على الخفين ها مولانا؟ كيف ما في أعيد؟ مسح على الخفين يعني يقص على مسح الرأس في هذه الصورة؟ المسح على الخفين طبعا ظهر القدم، الشرط أن يمسح ظهر القدم، يتسع ظهر القدم على أكثر من 3 أصابع. الحكم نفسه. جزاكم الله خير. نعم جزاكم الله خير مولانا. تفضل. مولانا مولانا في الغسل لا يضر، أما في المسح هو الذي يضر. نعم نعم. أستاذ عندي سؤال. تفضل. إذا رجل يتوضأ بإناءان ثم يصلي ثم وجد ماء طاهر يعيد صلاته؟ لا يعيد الصلاة. لا يعيد الصلاة إن كان كما قلنا مسح في موضعين، مسح في موضعين من رأسه. إذا قال وإن مسح محلا بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدم الطاهرة وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقاة لو أخر الطاهر، فلا يجوز للشك احتياطا يعني من بسبب الشك احتياطا. نعم. قال وإن كان أكثرها أي المختلطة بالمجاورة، يعني أكثر الآنية المختلطة بالمجاورة، وإن كان أكثرها نجسا قال لا يتحرى إلا للشرب، يعني لا يجوز أن يأخذ هكذا الماء ويشرب دون أن يتحرى. إذا كان أكثرها نجسا وأقلها طاهرا لابد أن يتحرى للشرب فقط. قال لا يتحرى إلا للشرب. ليه؟ قال لنجاسة كلها حكما للغالب، كما قال قبل قليل المغلوب كالمعدوم حكما للغالب، فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجها لسقي الدواب عند الطحاوي ثم يتيمم، يعني يتيمم بعد ذلك. ليه؟ ينتقل للتيمم لفقد المطهر، هو الآن مزجها مع بعضها أو أراقها فصار الآن فاقدا للماء بيقين فيتيمم بعد ذلك. قال وفي وجود الثياب المختلطة، في وجود الثياب المختلطة يتحرى مطلقا، في وجود الثياب المختلطة عنده ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر سواء كان أكثرها طاهرا أو أكثرها نجسا يتحرى في الثياب المختلطة، يتحرى مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني سواء قال أي سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا. لماذا؟ قال لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة، أما بالنسبة للماء له خلف وهو التراب فيتيمم، أما بالنسبة لستر العورة ما عندنا شيء يخلفه، فيجتهد ويتحرى سواء كان الثوب أكثر الثياب طاهرا أو كان أكثرها نجسا. قال والماء يخلفه بالتراب. قال وإن صلى في أحد ثوبين، لو صلى في أحد ثوبين
متحريا لنجاسة أحدهما، يعني كان أحدهما نجسا فتحرى فأخذ الثوب الذي تحرى أنه طاهر، فوقع اجتهاده على الثوب مثلا الأسود فأخذه وصلى به، ثم لما أراد أن يصلي صلاة ثانية وقع تحريه على الذي على الثوب الذي تحرى أولا أنه نجس. هل يصح؟ قال لا يصح، هذا لا يصح، لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، الجهاد لا ينقض باجتهاد مثله، وإلا لو كان ينقض باجتهاد مثله لأدى هذا إلى عدم استقرار أي حكم شرعي، ولأدى هذا إلى حرج عظيم. إذن قال وإن صلى في أحد ثوبين، صلى في أحد ثوبين متحريا لنجاسة أحدهما ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحريه على غير الذي صلى فيه، ما الحكم؟ لم يصح هذا التحري الثاني، لأن إمضاء الاجتهاد الأول لما توقع التحري على أن الثوب الأسود هو طاهر أمضينا هذا الاجتهاد بدليل أننا صلينا الصلاة بالثوب الأسود، فلما دخل وقت العصر تحرى مرة ثانية فتبين له أن الثوب البني هو الطاهر، نقول له هذا الاجتهاد الثاني لا قيمة له. ليه؟ قال لأن إمضاء العمل بالاجتهاد الأول لا ينقض باجتهاد مثله. انتبه، هذا اجتهاد وليس قائما على دليل، أما لو قام دليل، انتبه، لو قام دليل على أنا الآن اجتهدت فظهر لي أن الثوب الأسود هو طاهر فصليت به، ولما انتهيت من الصلاة دخل وقت صلاة العصر فاجتهدت فبين لي بالدليل القاطع، بدليل ببرهان أن الثوب الأسود الذي اجتهدت وصليت فيه الظهر أنه طاهر تبين أنه نجس، رأيت عليه علامة النجاسة وعلمت بيقين بأن الثوب البني الذي تحريت نجاسته أولا هو طاهر الآن، ما الحكم؟ يجب علي أن أصلي بالثوب البني لا لتبدل الاجتهاد، لا، بل لظهور دليل يبطل الاجتهاد الأول ويعيد الصلاة الأولى يعيدها. إذن هنا لابد أن نعرف أن نفرق بين الوقوف على نجاسة الثوب الثاني أو طهارة الثوب الثاني، هل وقفنا على طهارته باجتهاد أم بدليل؟ إن كان بدليل الدليل يبطل الاجتهاد. الدليل أنا مثلا الآن أنا أصلي الآن مثلا دخلت إلى مكان لا أعرف جهة القبلة، تحريت فإذا جهة القبلة إلى هذه الجهة، جاء إنسان من أهل البلد ومن أهل المحلة قال لي لا، الجهة ليست هذه وإنما هنا، فكان إخباره دليلا على أن اجتهادي خاطئ، فلا يجوز لي أن أعمل الآن أنا باجتهادي، بل أعمل بإخبار هذا الإنسان لأنه من أهل هذا البلد. وهكذا الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. لذلك أحبابنا الأحكام التي اجتهد فيها سيدي أبو حنيفة رحمه الله لا يملك أي فقيه مهما علت رتبته في قادم الأيام أن يبطل الأحكام التي اجتهد فيها أبو حنيفة، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله وإنما ينقض بالدليل القطعي. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله؟ هذا الكلام ينبغي أن نتنبه له وأن نقف عنده. إذا ماذا قال؟ قال وإن صلى في أحد ثوبين متحريا لنجاسة أحدهما ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحريه على غير الذي صلى فيه لم يصح. ما هو فاعل لم يصح؟ لم يصح الاجتهاد الثاني. لماذا لم يصح الاجتهاد الثاني؟ قال لأن إمضاء الاجتهاد الأول، إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله باجتهاد مثله إلا في القبلة لأنها تحتمل
القبلة تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري. كيف تحتمل يعني الانتقال بالتحري؟ انتبهوا لي أحبابنا، لأن أحبابنا المكلف أنا الآن مكلف بالصلاة، أريد أن أصلي، أنا أريد أن أصلي ولا أعرف جهة القبلة، بماذا أنا مكلف الآن؟ أنا مكلف عند اشتباه، عندما تشتبه علي جهة القبلة أنا مكلف بالتحري. ليه؟ لأنه بالأصل يتعذر إصابة جهة يعني عين القبلة أو جهة القبلة على الحقيقة، فلذلك يتبدل الاجتهاد، بتبدل الاجتهاد تتبدل الجهة، بتبدل الاجتهاد تتبدل الجهة. قالوا إلا في القبلة لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري، إلى جهة أخرى بالتحري. لماذا؟ قال لأنه أمر شرعي، قال لأن التحري الذي تنتقل، لأن التحري الذي تنتقل به القبلة إنما هو أمر شرعي، أمر شرعي وليس أمرا حسيا. أما النجاسة فهي أمر حسي، فلما كانت النجاسة أمرا حسيا فالاجتهاد لا يجعلها طاهرة، النجاسة كانت أمرا حسيا فالاجتهاد لا يصيرها طاهرة، يعني لا تصير النجاسة طاهرة بالتحري، واضح؟ أما القبلة فهي أمر شرعي فبالتحري تنتقل القبلة، بالتحري تنتقل القبلة. قال والنجاسة أمر حسي لا يصيرها طاهرة بالتحري. لماذا لا يصيرها طاهرة بالتحري؟ قال للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثوب أو في الثياب والأواني، في الثياب والأواني كما ذكرت قبل قليل. يعني أنا عندي الآن إناء، إناءان أو عندي ثلاث آني أكثرها طاهر، تحريت بالإناء الأول وتوضأت به وصليت، فجاء إنسان وقال لي وهو الذي وضع الآنية أي إناء توضأت؟ قلت له بهذا الإناء، قال لا هذا الإناء النجس، لقد رأيت فلانا الطفل الصغير يبول فيه فهو نجس. فما الحكم؟ صلاتي غير صحيحة. ليه؟ لأن الاجتهاد التحري لا يصير النجس طاهرا، لأن النجاسة أمر حسي لا تنتقل إلى لا يطهرها التحري. قال للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني. قال فمتى جعلنا الثوب طاهرا بالاجتهاد الأول يعني للضرورة لا يجوز جعله نجسا باجتهاد مثله، وإنما نجعله نجسا بماذا أحبابنا؟ بالدليل، لا بد من حجة، من دليل. لذلك قال فتفسد كل صلاة يصليها بالذي تحرى نجاسته أولا، وتصح بالذي تحرى طهارته. الله، واضح الكلام أحبابنا؟ قال ولو تعارض عدلان. الآن هذه الآن مسألة هامة، في سؤال أحبابنا؟ نعم، درس واضح. قال ولو تعارض عدلان، عندنا الآن مسألة وهذه المسألة هامة، ولو تعارض عدلان في الحل والحرمة، يعني زي عدلان مسلمان، عدلان زيد قال لك هذا حلال وهذا حرام، صار في عندنا تعارض الآن، بأن أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبحه مجوسي، وأخبر عدل آخر يعني أن هذا اللحم زكاه ذبحه مسلم، ما الحكم؟ قال لا يحل أكل هذا اللحم. لماذا؟ قال لأن هذا اللحم باق
على التحريم، باقٍ على الأصل، باقٍ على التحريم الذي هو الأصل، لأن حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة الشرعية، فلا يحل أكل هذا اللحم. لماذا؟ لأنه صار عندنا خبران متعارضان، فإذا كان عندنا خبران متعارضان ما الحكم؟ قال بالتعارض يتساقط الخبران، بالتعارض ما عندنا مرجح، ما عندنا الآن مرجح يرجح صدق هذين أحد هذين الخبرين، فماذا نعمل؟ قال يتهاتر، يتساقط هذان الخبران لأنهما استويا في الصدق. فالبينات عندما تتعارض ولا مرجح يرجح بينة على بينة، تتساقط البينتان ويرجع إلى الأصل. فما هو الأصل في أكل اللحم؟ الأصل في أكل اللحم أنه حرام، وإنما الذي ينقله من الحرمة إلى الحل ما هو؟ الزكاة الشرعية. فلما تعارض الخبران الآن رجعنا إلى الأصل الذي هو الحرمة، فيبقى اللحم حراما لا يجوز أكله. على خلاف لو تعارض هذان العدلان، أحدهما قال هذا الماء مطلق والآخر قال هذا ماء نجس، ما الحكم؟ قال لا، الماء باق على أصل طهارته، فيجوز لي أن أتوضأ به وأن أصلي به. فهنا كذلك تعارض الخبران، هذا يقول ماء مطلق وهذا يقول ماء نجس، التقيا فتهاترا فتساقطا ورجعنا إلى الأصل، والأصل في الماء أنه طاهر فيجوز لي أن أتوضأ به. طبعا هذا لو كان المخبر بالطهارة والنجاسة كل منهما مسلما. أما لو كان المخبر بنجاسة الماء كافرا، ما الحكم؟ قال لا يقبل قوله، جئت أريد أن أتوضأ، فجاء ذمي كافر أو زنديق جاء وقال لي لا تتوضأ من هذا الماء. ليه؟ قال لقد رأيت غلاما يبول فيه. قال لا ألتفت إلى قوله ولا يجب علي التحري، ولكن يستحب لي أن أتحرى. طيب الآن سؤال، أنت قلت لو أخبر عدلان بأن هذا أحدهما قال هذا الماء طاهر والآخر قال ماء نجس، طيب لو أنه أخبرني الآن واحد ولكنه فاسق ماذا أفعل؟ قال الآن انتبه، الفاسق خبره يستوي في الصدق والكذب. طب ماذا أعمل أنا؟ قال يجب التحري طلبا للترجيح الآن. إذن هذا الماء، إذا في عندنا الآن بالنسبة للماء ثلاث أحوال، الحالة الأولى أخبرني عدلان، واحد قال عنه طاهر والثاني قال عنه نجس، ماذا يحصل؟ يتعارض هذان الخبران فيتهاترا فيتساقطا، فنرجع إلى الأصل الذي هو طهارة الماء، فأتوضأ ولا يجب علي التحري ولا أفعل شيء، وإنما أتوضأ ولا إشكال ولا حرج علي. الآن الصورة الثانية، جاءني غير مسلم وأخبرني بأن هذا الماء نجس، ما الحكم؟ لا ألتفت إلى خبره، أتوضأ بهذا الماء ولا يجب علي التحري، ولكن يستحب لي أن أتحرى. الصورة الثالثة، جاءني فاسق وقال لي هذا الماء نجس، ما الحكم؟ قال يجب علي أن أتحرى. لماذا؟ قال لأن خبر الفاسق يستوي فيه الصدق والكذب، لا بد من مرجح، كيف أرجح؟ قال بالتحري، فعند هنا يصح إيش؟ أتحرى وبعد ذلك أتوضأ، هذا إذا كان
أخبرني بنجاسة هذا الماء فاسق، إذا أخبرني فاسق. نقرأ الآن العبارة كاملة كما قرأ كتبها الشيخ. قال: ولو تعارض عدلان في الحل والحرمة بأن أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبحه مجوسي، وعدل آخر أنه ذكاه مسلم، قال لا يحل لبقائه على الحرمة بتهاتر الخبرين. ولو أخبرا العدلان، يعني العدلان أخبرا عن ماء وتها أحدهما قال طاهر والآخر قال نجس، وتهاترا تعارضا يعني فيتساقطا، قال بقي على أصل الطهارة، بقي الماء على أصل الطهارة. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله؟ في سؤال سيدي من فضلكم؟ نعم شيخ. عندنا هنا سيدي، هنا عندنا في أمريكا بالمسالخ، المسالخ يعني العامة عندهم قانون أنه يجب ضرب الحيوان تخديره بنوع من الصدمة الكهربائية، فيوجد نسبة من الحيوانات تموت طبعا قبل الذبح. هذه نقطة، يعني أحد الإشكالات. النقطة الأخرى، لا نعلم، نحن لا نعلم في هذه المسالخ من هو الذي يذبح أو من هو الذي يعني يقوم بتشغيل الآلات. فبعض الإخوة قال، وطبعا يعني نسبة مسلمين قليلة جدا، فبعض المشايخ يعني أخذ بالمذهب المالكي أن ذبيحة غير المسلم لا يجوز فيها، لا يشترط فيها التسمية. لكن موضوع هنا لو طبقنا هذا الكلام، يعني لا نعلم، نحن لا نعلم من الذابح، ولا نعلم إذا كانت هذه ميتة أم لا، لأنه يوجد نسبة من الحيوانات تموت قبل الذبح. فكيف هل يعني يصح أنه نقول يعني لا نجزم، لسنا جازمين من هو الذي يذبح، وهذا بلد معظمه أهل كتاب، ونأخذ بهذه التعميمات؟ طيب، أنا سأبين لك الآن قاعدة عامة تقريبا بهذا الموضوع، انتبه علي. الآن تحدثنا نحن، أنا سأقول باختصار من أجل أن ألحق صلاة العشاء، باختصار نقول تحدثنا الآن عن تعارض الخبرين. الآن ننتقل من تعارض الخبرين إلى الشك. إلى الشك، الآن الشك هو مثل تعارض الخبرين، لذلك قال فقهاؤنا الشك على له أنواع ثلاثة. الشك له أنواع ثلاثة، انتبه علي. قالوا شك طرأ على أصل مباح، شك طرأ على أصل مباح، وشك طرأ على أصل حرام، وشك لا يعرف أصله. إذا شك طرأ على أصل حرام، وكاللحم مثلا، كاللحم أصله حرام، وشك طرأ على أصل مباح كالماء، وسأذكر أمثلة الآن، وشك لا يعرف أصله. فالشك الذي طرأ على أصل حرام، مثل قالوا مثل أنا أن أجد أكون أنا في بلد، أكون في بلد فيه مسلمون وفيه مجوس، ليس أهل كتاب، مسلمون ومجوس، وجدت فيه عندهم ذبيحة وأنا لا أعلم هذه الذبيحة هل ذبحها مسلم، هل ذبحها مسلم أو مجوسي. الآن عندي شك صار، ما الحكم؟ قال الأصل فيها أنها، أن اللحم حرام، وحل الأكل على ماذا يتوقف؟ كما ذكرنا قبل قليل، يتوقف على تحقق الزكاة الشرعية. فصار حل الأكل في هذه الذبيحة التي وجدتها في بلد فيها مسلمون وأكثرها مجوس، نعم، صار مشكوكا فيه، صار مشكوكا فيه، فلا يجوز أكله. أما لو كان الغالب فيها المسلمين جاز لي الأكل، جاز لي أن آكل عملا بالغالب، كما قلنا قبل قليل المغلوب كالمعدوم، المغلوب كالمعدوم. هذا الشك إذا طرأ على أصل حرام هذا حكمه. فأنت الآن في هذه المسالخ أنت في حالة شك، في حالة الشك، فأنت الآن تقول ما هو الأكثر؟ الأكثر أنها تموت بالكهرباء
أم تخدر ثم تذبح؟ فهذا مبني على من يقوم على هذه المسالخ، ينبغي أن نسألهم أن نتابع هذا الأمر. فإذا علمنا وأخبرونا أن الموت بالصعقة يكون نادرا أو يكون قليلا بنسبة 10% 20%، إذا حصل عندنا ماذا الآن؟ حصل عندنا الآن عندنا غالب ومغلوب. الغالب أن الصدمة تسبب إغماء ولا تسبب موتا، فيجوز لي أن آكل، وإن كان الآن الامتناع هو أولى. واضح مولانا؟ هذا الشك لأنه إيش طرأ على ماذا؟ على الحرام، على المحرم، طرأ على المحرم. وصل الجواب يا شيخ عبد الله إن شاء الله؟ تمام سيدي. هذا بالنسبة للصدق، وماذا بالنسبة للقول أنهم يعني هناك شائعة أن من يذبحون أو من يعملون في المسالخ هم أصلا غندوس، والبعض يقول لا لسنا متأكدين، فلأن معظم الناس هنا أهل كتاب إلى آخره، فهل يعني نفس الأمر مولانا؟ نفس الأمر. قلنا الآن أنا إذا دخلت إلى بلد كلهم أهل كتاب، كلهم أهل كتاب، وفيهم عدد قليل من المجوس، فوجدت ذبائح، ما الحكم؟ آكل منها، لأن الحكم للغالب. كذلك هذه المسالخ من الذي يعمل فيها غالبا؟ أهل الكتاب. فيكون هنا الآن تحت قاعدة المغلوب كالمعدوم، ولكن هنا الآن كما مر معنا في الماء، يجب علي ماذا؟ التحري. يجب علي الآن أن أتحرى، والتحري بحسب ما هو التحري؟ بذل الوسع، هو الاجتهاد، يعني هو أن تبذل ما بوسعك لتصل إلى النتيجة التي تريدها. والوسع يختلف من زيد لعمر، من شخص لآخر، فأنت تبذل ما بوسعك لتصل إلى النتيجة التي تريد، وبعد ذلك تتناول هذا اللحم. والحياة بدون لحم يعني تمضي، ولكن سبحان الله اللحم طيب. الله يبارك فيك، الله يسلمك. هنيئا مريئا، أكرمك الله. لا تنسونا أحبابنا من صالح الدعاء، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإسرار الفاتحة.